والسرية ده هشام قلقتني فيه ايه؟ معلش يا دينا، اصل بصراحة مش عايز حد يشوفني، وبعدين لو حد عرف ان انا اللي وصلت لك الكلام ده انا ممكن اتأذي فيه. قول فيه ايه؟ عارفة البنت صاحبة رامز الجديدة دي اللي حاشرها معاكم في كل حاجة؟ لانا؟ ايوه هي الزفتة لانا دي. الأستاذ رامز ناوي يخليها هي اللي تعمل انترفيو مع منى زكي بدالك. ايه؟ مش لاقي غير الانترفيو بتاعي يديهولها؟ طبعا يعني منى زكي الفترة اللي فاتت دي ما ظهرتش في التلفزيون، يعني أكيد الحلقة هتتشاف كويس جدا وهيتعمل لها بروموهات جامدة قوي، والست اللي أنا تتشهر على حسابك. لا بجد حرام عليه، يعني مش بعد ما أروح وأقنعها بالعافية إن هي تيجي يروح يديه لصاحبته. بص يا دينا، بصراحة رامز مش سهل، وأنا متأكد إنه هيحاول يلاقي يعني أي طريقة يقنعك بيها عشان يحسسك إنه ما خدش الحوار منك. أنا قلت أقول لك عشان تخلي بالك، وبجد بليز ما تسيبلهاش الحوار دوت يا دينا. ميرسي قوي يا هشام، بجد مش عارفة أقول لك إيه. على إيه بس؟ أنت تشكريني على ايه يا دينا؟ دي اقل حاجه اعملها عشانك، يعني ما ينفعش الاقي زميله مجهودها بيتسرق واقفه اتفرج. المهم انت ناوي تعملي ايه؟ مش عارفه. طيب اهم حاجه ما تفتحيش الموضوع ده مع رامز الا لما هو يفتحك. طبعا انا اكيد ما قلتلكيش حاجه. لا طبعا ما تخافش. باي باي. باي. سوري اتأخرت عليك. ولا يهمك. يعني أنا قلت إنه أنت حكيم ومواعيدك نصها مضروبة. بعد إذنك أنا مش حكيم، أنا دلوقتي ممثل. أنيل كده يبقى مواعيدك كلها مضروبة. المهم هنروح فين؟ بص بصراحة كده أنا مش متعود إن أنا أخرج مع ناس مشهورة. تحبي أنت تروحي فين؟ هو بصراحة جنان، بس أنا نفسي أروح الملاهي. تيجي نركب البتاعة دي اللي بتلف ونضرب البندقية وبنكسب دباديب وحاجات كده. شكلك صدقت. والله العظيم صدقت وكنت همشي حالا. لا 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 انا عندي فكرة احلى من كده. اطلع بس على الكربة وانا حوكلك ايس كريم، انما ايه؟ طيب قولي لي بقى امشي ازاي عشان انا ابيض في مصر الجديدة. انت عارف كوبري 6 اكتوبر؟ اه ده احنا بدأنا اشتغالات بقى نيكول. انا شفت جمال متحير.